شل قطر، حيث وضع وليد الركراكي كل المنتخبات المنافسة في خطر، مع من هناك الفنان المغربي العالمي أحمد شوقي الذي سبق له أن غنى للمونديال في نسخ سابقة، ويغني هناك أيضا في قطر في ضمن احتفالات الشقيقة قطر بهذا العرس المونديالي الكروي. أحمد، مساء الخير. مساء النور حبيبي وصديقي والغالي سيدي نوفل، تحية لكل جمهور طبعا ميديان تي في، وأكيد الجمهور والشعب المغربي بالفرحة الرائعة اللي كنمر بها. حقيقة لا يسعني قول إلا هنيئا لنا وشكرا للمنتخب الوطني المغربي. أرى وليد الركراكي ما بعيدش عليك في تطوان، أنت ابن تطوان هو تو قريب ليك، أكيد غتكون فرحة استثنائية. أحمد، أود أن أسألك، حضرت في ملاعب المونديال، عشت الأجواء كنجم من نجوم أو ضيوف شرف كؤوس عالمية عدة، ألفت وغنيت أغاني رفقة الموسيقار الشهير الذي اليوم هو يعني الأمر الناهي هناك فيما يتعلق بالأمور الفنية والغنائية في طبعا المونديال الذي نعيش على واقعه اليوم. كيف عشت الفرحة، ولكن أيضا كيف تشاهد هذا المونديال في ظل تألق مغربي أكيد؟ حقيقة هي هو شعور لا يوصف، لا يمكن للكلمات أن تعبر على ما يجش في صدرنا، لأن يعني حقيقة الإحساس هذا يعني هربنا من أجله، من أجل هذه اللحظة كما قالوا. فالحمد لله، كل التوفيق أكيد للمنتخب الوطني ولكل الشعب المغربي الذي يؤازر هذا الفرحة وهذا الاحتفال الرائع. فأكيد أنا بدي واحد منهم، واحد اللي كيشاهد وكيعيش وكيغوص في هذه اللمسات الرائعة اللي كيقدمها الفريق الوطني، يعني ذروة تفصيلة من الشعب إلى المنتخب والفنانين أكيد اللي جاوا أزروا هنايا. فالحمد لله كنظن بأن شرفنا الوطن العربي، ونبقى مفخرة دائما إن شاء الله فين هو في الشاب العالم خالد؟ كمغرب. شفت معك الشاب شاب خالد خالد فين؟ لقيته، أنا أنتظره في اللوبي، خارجين إن شاء الله نتعشوا مع بعضينا وكنتظره. شنو قال لك الشاب خالد على الانتصار المحقق وتأهل خالد، الدور؟ أنا شفت الفيديو، كانت فرحة شفته. عارمة، يعني هو نصفه مغربي يعني هذا بالتأكيد، فهم. وجوازه مغربي، فأكيد أنه الفرحة عارمة. وشفته طبعا الشعب الجزائري كيف يؤازر المغرب، فالحمد لله هذه وحدة عربية. وسمعنا شي حاجة للمنتخب، يلا إهداء من قطر إلى استوديوهات ميدي أن تي في في الرباط. أكيد طبعا، فيل ذا ماجيك إن ذا إير، آلي أولي آلي أولي أولي آلي. أولي ما أولي 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 أولي، هذه اللي الأغنية التي تتردد في كل صحيح، الأماكن هنا مثلا. وأعادوها في حفل افتتاح مونديال قطر. شكرا لك. من بين الثلاث أغاني اللي للمرة صحيح، عبر أغنية الأغنية يعني ريكي مارتن على ما أعتقد، وآلي آلي آلي ريكي مارتين وشاكيرا، وهالأغنية صحيح اللي صحيح هي أكيد صناعة مغربية 100%، صحيح. من عند الرضوان لأحمد شوقي الحمد لله. صحيح، شرفتنا. وإهداء لميديا تي في وسيدي نوفل وكل الحضور ديالك. شكرا لك أحمد شوقي على المشاركة معنا في ملف خاص، وننتظر رسالة من الشاب خالد للبرنامج بإذن الله، نلتقيته بعد قليل. وشكرا لكل من ساند وآزر المنتخب الوطني هناك، لأن هذه الفرحة تجمع، هي فرحة وهبة وطنية شملت الجميع، هل لمهندس، هل لدكتور، هل لرجل أعمال، هل لأستاذ، هل يعني كل شيء، حتى الطبقة العامل اللي قدر يمشي ساند المنتخب الوطني ذهب وكان في المدرجات.